أدخلوه. السلام عليك يا مولاي. وعليكم السلام. نشكرك على كرمك وحسن استقبالك لنا. يا مولاي، لقد ساءت بنا الأحوال وانقلبوا علينا وسلبونا السلطة يا مولاي، وضاقت بنا الأرض بما رحبت. وأين كنتم عندما سلبت منكم السلطة؟ لا تحرجنا يا مولاي، نطلب منك العون والمدد يا مولاي، فقد سمعنا أنك ملك لا يظلم عنده أحد. وما الذي تريدونه؟ نطلب منك خيمة لكل واحد منا، أنا ورفاقي، تكون مهيئة للراحة والنوم إن أمكن. لكم ذلك، وماذا بعد؟ ويا حبذا لو أن هناك واي فاي سرعته لا بأس بها. أتكفيكم 4G؟ جدا مناسب. لكم ذلك. ونطلب منك إقامة في بلادكم سارية المفعول، ليس مهم المهنة، إن شاء الله سائس خيل. لكم ذلك. وماذا تطلبون لشعبكم؟ لشعبنا؟ نعم، لشعبنا، نطلب منك الدعاء له يا مولاي. الدعاء؟ نعم. وهناك شيء آخر ولكن مستحون منك يا مولاي، ولو نثقل عليكم يعني، لو أن هناك إن أمكن يا مولاي حمل بعير من قاتن بلدي نزي يوميا، إن أمكن يا مولاي فنكون لك من الشاكرين، ولا عادي بنشوف مطحون يعني. حمل بعير من القات؟ أنت دخلت خيمة عرس أم دخلت خيمة ملك؟ ولكن لا بأس، لك ذلك. سلمت وكرمت يا مولاي، أغرقتنا بكرمك يا مولاي. انصرف، وسأشكل لجنة خاصة تدير شؤونكم. أكرمك الله يا مولاي، أكرمك الله، أغرقتنا بكرمك، شكرا لك يا مولاي. قال لك يحرروا بلادهم. ما يقول؟ قال لك اشتيقات يخزن، أجا خيمة عرس مش خيمة ملك. والله ما هو إلا جنين. جنين ونص. هيا نذهب نلعب ببجي. بلاي ستيشن. ببجي. بلاي ستيشن. ببجي معي ولا أروح؟ ببجي معك. يلا. تخيلوا أن الصحابة عندما هاجروا إلى الحبشة وراحوا لعند النجاشي أنهم وصلوا فقط كانت مطالبهم عبارة عن مطالب شخصية، يرتبوا وضعهم وخلاص. يعني إيش كان النتيجة؟ كان النجاشي بيصرف لهم جناح غرفة ثلاث في حقها القصر، ويصرف لهم ناقة آخر مديل يتواصلوا بها، واعتماد دراهم معدودة نهاية كل شهر وخلاص. ايش كان بتكون النتيجه؟ انه ما انتشر الاسلام ولا وصل لنا الاسلام نهائيا، واني جالس الكعبه يحكمها انصار ابو لهب الى اليوم، وما زالوا سكان مكه بيقدموا القرابين مجهود حربي للاصنام. احنا الان داخلين في السنه السادسه للهجره، هجره الشرعيه طبعا. ها هي اللحظات الاولى لهجره الشرعيه، ها هو فخامته ينزل من سلم الطائره ما شاء الله سليما معافى، لابس شاله اليماني وثوبه العماني، يا سلام، يتبادلون القبل، يعني كان ما زال الزمن الجميل زمن القبل والبوس والسلام قبل كورونا. ها هو يمشي مبتسما واثق الخطوة، يمشي جنب الملكا، ها هو يرتشف قهوة المرة، ممكن أول مرة يشرب مرة ولكن مرة بعد مرة وبيتعود. هذه الصور لليوم الأول للهجرة، هجرة شرعية. الناس شافوا هذه الصور واستبشروا خيرا وقالوا خلاص، هي أيام فقط معدودة وسيعود الرئيس إلينا منتصرا ونغني له. رجع الرئيس إلينا. ولا رجع إلى اليوم، وما زال الناس تسأل السؤال الأكبر والأهم، متى فصل الرئيس هذا الثوب؟ يعني كيف لحق يفصل له ثوب عماني؟ هذا هو السؤال الأهم. والسؤال الثاني، متى يرجع؟ لا يا رئيس، يمكن ما حصلش مكان رجعوا، الحوثي مسيطر على كل شيء، ما لقوش مكان يرجعوا له. تعرف الشرعية على كم مسيطرة حسب كلامهم؟ 80% من الجمهورية اليمنية، هذه هي المحافظة المحررة. اليوم الحكومة اليمنية الشرعية تسيطر على 85% من الأراضي اليمنية. 90%؟ نعم. من الأراضي اليمنية محررة؟ 90% محررة. 80%، وبعضهم بيقولوا 85 وبعضهم 90 وبعضهم أكثر، كل واحد حسب المجهود والمذاكرة الذي بذله.
يعني مبرر انه ما فيش مكان يرجعوا له هذا مش مبرر منطقي. نفترض انه ما فيش محرر الا 1%، يظل 1% اكبر مساحه من الجناح اللي هم عايشين فيها الان. تمام، يمكن ما فيش امن وامان عشان يرجعوا. يا صح، ممكن ما فيش امان. المفروض هو الشعب المقصر، الشعب الذي ما بيقومش بمهامه، المفروض يوفر الامان والرخاء والاستقرار وبعدين يطلب من الحكومه والشرعيه ترجع. لكن الشعب متقاعس، متقاعس ما بيقومش بدوره، لا وفر رواتب للشرعيه ولا حقق الامان ولا حقق يعني رخاء اقتصادي. شعب ما بيقومش دوره، على اي اساس تجي؟ على اي اساس ترجع هذا الدوله وهذا الحكومه والشرعيه؟ يعني يستاهل الشعب اللي حاصل له. اول ما يقوم بدوره نبلغهم يرجعوا. انا اقول لك انا يمكن المضيفين حالفين عليهم ما يتوا خطوه. ايوه يعني متمسكين فيهم وما يريدوش يفارقهم. صحيح صحيح، كنت بيقولوا لهم يا اخي يا الله معك، يا اخي روح يكفي، يا اخي روح بلادك. الحكومه اليمنيه عليها ان تنتقل الى التراب اليمني. السلطه الشرعيه في اليمن، يعني لقد طال انتظار جلوس الرئيس الشرعي في الرياض، طال انتظار الجلوس هناك. روح انتقل، اترك عنك الرياض وانتقل انت وحكومتك ومارس اعمالك. وعودة الشرعية الجميع يكسب. الحكومة تأخرت كثيرا، يعني يجب الانتقال الى اليمن. الله على حرص، متمسكين بهم قوي. كنت بيقولوا لهم يا جماعة ارجعوا، يا جماعة ارجعوا مارسوا اعمالكم ومهامكم من ارض بلادكم. يعني ما عاد مش حلو لما يجي وقد غيروا لك المغلقة حق الغرفة ولا شنطك في الريسبشن ولا يفصلوا عليك الكهرباء ولا الماء. واحد يرجع أرض بلاده، تعرفوا قد المواطنين في القرى والمدن محرجين من الحكومة حقهم إنها مختربة في بلاد ثاني، محرجين يعني الحرج في الشعب وهم ولا حرجوا. يعني معقول عشان الواي فاي 5 سنين واي فاي كما تنزلوا من الانترنت هذا؟ تعالوا ارجعوا، ولو اشتغلتوا كذا بتوفروا لبلادكم انترنت ولكم. ارجعوا ارجعوا، وقد في شبكات في الحارات، والله في شبكات، ارجعوا انتروا براحتكم. ازعجتونا، ترجع الشرعيه، ترجع الشرعيه، ليش ما يروح الشعب بنفسه لعند الشرعيه؟ حل، وهذا راي. قم سكت جدك قبل ما اقوم اسكته مدى الحياه. خلاص يا جد اسكت، بعد لا تسمحهم يا حاج هذا المقترحات، بيصدقوا بيقولوا الشعب اذا يريدنا نحكم يلحق بعدنا، اللي يشتينا يجينا. بس للامانه وقت يشتوا يرجعوا بيرجعوا طبيعي. في يوم مشهود يصل نواب الشعب وممثله من جديد أمام مرأى ومسمع من كل العالم، وفي أرض يمنية تاريخية تحكمها الشرعية الدستورية اليمنية. فخامة الرئيس القائد المشير عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإخوة أعضاء مجلس النواب دولة الدكتور معين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء. يا سبحان الله، رجعوا كلهم، الرئاسة والحكومة ومجلس النواب وكل أعضاء الدولة والشرعية رجعت ولا حصل حاجة، ورجعوا طبيعي في يوم وليلة. وقت قرروا يرجعوا رجعوا، يعني وكان الناس يشوفوهم، يعني يشوفوا الوزير ويعني يمسكوا نفس الوزير هذا، والله نفس الطعم، ما اختلفوش، نفس القيادات والدولة الذي لهم 5 سنوات بيقولوا ما قدرناش نرجع. طيب كيف رجعتوا الآن؟ يعني حجم التفاؤل وقتها عند المواطنين خلاص، يعني والأمل ارتفع 100%. علامة الفرح واضحة في وجوه اليمنيين، وارتياح شعبي وجماهيري واسع لعودة انعقاد مجلس النواب اليمني. هذا اليوم الذي يعتبر يوما تاريخيا هو إعلان نهاية الانقلاب الذي يمثل نقلة نوعية، حدث مهم، تعتبر محطة تاريخية سياسية جديدة لليمن، يعتبر أمل للجمهورية اليمنية وانتصار على الانقلاب الحوثي. كان صفعة مدوية، جولة جديدة من جولات الانتصارات، خطوة جميلة وجبارة وحاسمة قوة، يوم تاريخي ومهم جدا في تاريخ الشرعية، يوم تاريخي ويوم عظيم ويوم حافل وانتصار كبير. وهم فقط عادوا إلى أرض الوطن، شافوهم يعني مع أنهم لا صرفوا رواتب ولا صرفوا لهم أي حاجة مقابل أو فتحوا مشاريع أو أي حاجة، ما استفادوا من رجعتهم حاجة، فقط انهم شافوهم بعثوا في نفوس الناس الامل. قناة سهل عملت تقرير بس على الطائرة وكيف وصلت وكيف جنبت وكيف كان صوتها.
عزيز هذه الطائرة سيظل عالقا في أذهان اليمنيين ليسجل لحظة تاريخية في العمل السياسي اليمني. ظلوا طول اليوم يتكلموا عن الأزيز هذا، أزيز الطائرة، هذا الأزة الذي ستدخل التاريخ، هذا الأزيز الذي غير مجرى الأحداث. طول اليوم يتكلموا عن أزيز الطائرة، عملوا أفلام وثائقية عن الأزيز حق الطائرة هذا، حتى يمكن يعني ذيعين في النشرات ما كان يقولوش عزيزي المشاهد، أزيزي المشاهد، أعزائي المشاهدين، يعني جلسوا ويحكوا عن هذا الجلسة، وهي جلسة واحدة. وطلع في الأخير أن المستفيد من الأزة التاريخية هذا هو سلطان البركاني، كان عضو مجلس النواب وعينوه رئيس مجلس النواب، كل الأزيزة هذا عشان هذا الشيء، مع أنه كان باستطاعة أعضاء مجلس النواب يفتحوا لهم مجموعة في الواتس ويعينوا سلطان البركاني مشرف للمجموعة، وقالوا باستمر الجلسات خلاص، ولا عاد شفنا ولا عاد أزه بعدين، تعالوا جو زو لكم مرة ثنتين ولا عاد جلسة ولا عاد شفنا لهم صورة إلى اليوم الآن سنة بعد هذيك الأزة. ويمكن الجلسة هذا كلها على أساس أن سلطان البركاني قدم صورة تذكارية لمحمد بن زايد، بس قالوا له كيف تقدم بصفتك أي، قال آه خلاص اجتمعوا عينوا رئيس مجلس النواب قدم صورة بس تذكارية لمحمد بن زايد وخلاص، ولا عاد شفنا ولا عاد سمعنا ولا عاد عقد أي جلسة. مع أنه يمكن الآن انتظروا إذا باقي معه صورة ثانية لما يلتقي محمد بن سلمان وبيجتمعوا. استقبل ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني. واحتمال الآن بعد كل أربع صور يكون يغيروا رئيس مجلس النواب، مش بعد كل أربع سنين، بعد كل أربع صور أعضاء مجلس النواب اللي انحازوا للانقلاب بيجتمعوا كل يوم، مع أن الشعب مش مستفيد منهم حاجة بس بيجتمعوا، مع أنه عضو مجلس النواب فيهم إذا يمشي من نقطة لازم يقول أنا تبع مشرف مرافق عشان يمشوا. نصل النقطة بيقول لك أنت ما قلنا عضو مجلس النواب، قال بأي جبهة؟ قلنا العضو مجلس النواب، قال ما أنا معرفش استاذ من المشرف استاذ من العمليات. في بعض النقاط توجد عسكري ولا اثنين من الأمن يقول لهم هذا عضو مجلس النواب، هذا معود حصانة، يقول لك أنت ما فيش لك دخل. هكذا بيبهذلوهم، مع ذلك بيحضروا ويعقدوا جلسات، مع أن الذي مرتاحين ويستلموا رواتبهم بالدولار لا بيحضروا ولا خلوهم يداوموا ولا يجلسوا. تعرفوا أنه إلى اليوم بعد 5 سنوات أو قرابة 6 سنوات ما زالت معظم موارد الدولة تسطر وتورد للحوثي. استطاعت اقتصاديين في يمنيون في صنعاء أن الجماعة استطاعت أن تجني في سنة 2019 نحو 2 تريليون ريال، وهي مبالغ تزيد بنحو 0.5 تريليون عن ميزانية الحكومة الشرعية اليمنية، يعني ميزانية الحوثي أعلى من ميزانية الحكومة الشرعية اليمنية اللي فيها عجز، نسبة عجز 30%. ميزانية الحوثي اللي هو انقلابي أكثر من ميزانية الحكومة اللي هي شرعية، مع أن معها هؤلاء تحالف وداعمين وكذا، ولكن معظم الإيرادات ما زالت تورد لعند الحوثي، لدرجة أن صاحبنا هذا ما عرفش يقرأ الرقم. 2 تريليون درن، لأن العائدات كلها بتوصل للحوثي بعد 5 سنوات، 5 سنوات من الانقلاب، يعني لأن هؤلاء مهتمين بإيرادات راتبهم إلى حسابهم، مش مهم إيرادات الدولة. بالنسبة لما يسمى شرعية، هم ليس لديهم قرار، ليس لهم قرار حتى يدخلوا الحمام. هذا زيادة، زيت بالغت زيادة، 5 سنين ما بيخلهم يدخلوا الحمام، لو ما هكذا نقدر يرجعوا. لا تبالغش ولا شيء، ها خليتوا هذا الأشكال يضحكوا عليكم، كنا نقنعهم من قبل ما يدخلوا صنعاء، الآن بنقنعهم أنهم بيدخلوا الحمام. الذكرى الخامسة لعاصفة الحزم. بالذكرى الخامسة لانطلاق عاصفة الحزم. الذكرى الخامسة لعاصفة الحزم. الذكرى الخامسة لعاصفة الحزم. الخامسة، تعبتوا الناس الأولى والثانية والثالثة، يعني جالسين يلاحقوا بس الذكرى الأولى والثانية، ويعلم الله لا متى يستمروا، كلها بس ذكرى، يعني قد الفنانة ذكرى بتبعث وانتم ما قد رجعتوا للبلاد. تخيلوا قد القنوات بيخمنوا ويجيبوا أخبار لبعد 50 سنة أشبه تكون هذا الأخبار. هذا وقد تقدمت قوات الشرعية في صعدة ودمرت مواقع للمتمردين الحوثيين، كما سجل الجيش والمقاومة انتصارات عند محور نهم ضمن معركة تحرير صنعاء. وقد أعلن حفيد الرئيس الراحل عبد الرب منصور هادي تمسكه بنهج جده ونيته
بل وأعلن نيته العودة إلى المناطق المحررة أواخر العام الحالي 2050، كما أعلنت الأمم المتحدة تعيين مبعوثها 21 الجديد إلى اليمن، شو اسمه؟ قلقان قلق مخلوقوف، كما دعا لإيجاد حل سريع للكارثة الإنسانية في اليمن والتي قضت على 27 مليون يمني. سمعتوا هذا الإعلام الخارجي بيسخر منكم، وإعلام خصومكم بيشمت فيكم، وأنصاركم طفشوا منكم، إلى متى؟ والسبب إيش؟ لأنه السبب تريدوا تحرروا البلاد من خلال الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي، تعملوا لكم بطولة وتستعرضوا من خلال الفيسبوك والتويتر. معارك الأرض شيء آخر، إذا تريدوا تحرروا البلاد انزلوا الميدان، معارك الميدان شيء ومعارككم التي تخوضوها شيء آخر. ألو 54 تسمعني؟ نعم نعم معك 54 اسمعك. كيف الأوضاع عندك؟ الأوضاع تمام، كل شيء تحت السيطرة والأمور مترتبة، منتظرين للأوامر. حلو جدا، احنا لا نريد أن نضيع الهدف وهذه فرصتنا ننتظر على الهدف في أسرع وقت. علم؟ علم علم. 21 أتسمعني؟ 21 معك معك. كيف الأوضاع عندك في الميسرة؟ الله الأوضاع تمام والأوضاع تحت السيطرة وبس منتظرين الأوامر. حلو جدا. 31 تسمعني؟ اسمعك سيدي. حلو جدا، أنت الآن أهم زاوية وأهم نقطة انطلاق بعد الجامعة عندك، علم؟ منتظرين الأوامر. 54 تسمعني؟ نعم نعم أسمعك. أيش الأفضل، نمشي من الميسرة أم من الميمنة أو نعمل نزول مظلي على الهدف؟ والله أنا أرى أن احنا نهجم من الميمنة والميسرة والقلب ونزول مظلي من أجل نقضي على الهدف، يعني قضاء مبرم، ما نتيلش أي فرصة للتهرب. حلو جدا، إن شاء الله ربنا يوفقنا في هذا المعركة، وأتمنى من الجميع أخذ الحصة والانتباه ويكون على هبة الاستعداد، لأن الهدف واضح أنه صعب بشوية، ولكن ربنا بيعيننا وننطلق انطلاقة واحدة وانتظروا الأوامر مني. علم؟ علم علم علم. هجوم 3 2 1. هجوم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله نصرك. 54 كيف الأوضاع عندك؟ معك معك الأوضاع زي الفل، بس ما لحم خير يرتفع لي الضغط، بس بنتحمل بنتحمل. الله ثباتك يا الله نصرك. بالنسبة لـ 21 كيف الأوضاع عندك؟ 21 وفي عظام لكن بنتات عندنا معنويات عالية ما شاء الله. سهل العظام، ما معرفة الله بعظمي ما شاء الله. إذا احتجتوا أي إمدادات، سحاوق، مرق، سلطات، أي حاجة بلغوا قيادة التحالف. 34 كيف الأوضاع عندك في الميمنة؟ والله يا سيدي إننا عامل رجيم، بس لجل الوطن راح أضحي. مش مشكلة، ضحي 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 بالرجيم، الوطن يستاهل ما هو أكثر. إن شاء الله ثباتك. سؤال يبضح نفسه، انتم ناويين ترجعوا؟ شرعية بصراحة انتم ناويين ترجعوا؟ تكلموا ما فيش حد الا ناوز، يعني في شيبة اذا محرجين من الحج هذا. يا حج تفضل تفضل معنا، موضوع حساس احنا والشرعية، تفضل تكلموا بصراحة، ما عاد فيش حد ناويين ترجعوا؟ لانه حرام هذا الشيء، تخلوا الناس شحبوا ارجعوا ارجعوا، ما ينفع. قولوا لنا اذا انتم مرتاحين انا الله يريحكم، تمام اجلسوا وكذا، وداخل البلاد شكلوا قياده داخليه تقود الناس وتكون قريب ما منهم. اما ان انتم قياده وشرعيه خارج البلاد يعني مرتاحه والشعب يعاني داخل، كل واحد في دوله، ما ادري كيف شكل. ما يصلحش واحد يقول لك والله المحافظ في القاهرة يضمن فخامته في الرياض على وضع المواطنين في محافظة، ما ترقب كل واحد في دولة. قلوا لنا بصراحة أنتم حق رجعة، على من راكنين يعني أن يرجعكم لصنعاء ويرجعكم للبلاد؟ لا يكون راكنين على هذا أنه اللي بيرجعكم صنعاء ويحرر البلاد. أحييكم وأحيي المتابعين في أنحاء العالم والعالم العربي.
ما حد بيتابعك الا انا واصحابي عشان نقطع لك او مفروشات الجوبي. هذا علامة الشرعية يعني، وبيصدقوا انه بيتابعين لهم من انحاء الوطن العربي وانهم بيغيروا الرأي العام في الداخل والخارج والوطن العربي كله بهؤلاء الاعلامي، مع انه ما فيش معي الا 5 مشاهدة. يعني هذا جلس 5 سنين ما غير الاثاث فوق الا بعد ما تكلمت انا. انا قلت له غير يا اخي لو سمحت، يعني بيجوا عندنا ضيوف، غير الاثاث، غير التنجيد، على حسابنا نجمع لك بعد نغير الاثاث بعد 5 سنين. ويحن تنتصروا اذا الاثاث جلس 5 سنين. بس الان خلاص ما شاء الله لبس كرفتة بعد ما نصحته، شوف تغير وغير الاثاث بالكامل. بس ها انا غير متحمل لاي مسؤولية. قالوا اول يوم لبس الكرفتة اختنق، اسعفوه مرتين، ماليش اي دخل، اربطها انا زي اللي بيقصوا الضغط ولا دموت، حياتك عام، لا تحملونيش اي حاجة انا. ختاما، في كل بلدان العالم بيعينوا لهم وزارة للخارجية، إلا في بلادنا كل الوزراء والحكومة والرئاسة والنواب وكل المسؤولين تركوا كل الوزارات واشتغلوا وزارة للخارجية، كلهم خارج. يعني لن الناس عارفين هم بيرجعوا أو متى بيرجعوا، ولا هم اللي صارحوا الناس هل بيرجعوا أو ما هو السبب الحقيقي لعدم عودتهم. خمس سنين أحكي قد شح بحلقي، عش باقي قول لي ألطم على خدي، عزي نفسش عزي يا شرعية وفزي، كافي كبسة ومندي ودوام في المال الزوية. وزير عامل عنتار كله عتويتر، يهجم ويتصدر على الواتس في برا، يا وزير في المنفى بالله ارجع تكفى، عادك ناوي تجي ومشغول بالببجي، عزي نفسش كافي كبسة ومندي ودوام في المال الزيك للزيك ودوام في المال الزيك للزيك للزيك. الشرعية كالأطرش ومعي دعم مطنش، لا هش ولا نش في السياسة ما يعرفش، مسؤول ياكل حاشي والجندي ما حصلش، تقول له وين معاشي يقول ششقي وشندي، مو شنكرا. كبسة ومندي ودوام في المال الزاي، كمل شعبي زلج والكل بيتفرج، ما حصلنا مخرج غني لك جنب صناج، يا رئيس يكفي ليزي نص الشعب كريزي، عربي ولا انجليزي كل شي عندك يزي، عزي نفسش عزي 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 نفسش عزي، يا شرعية فزي
كافي كبسة ومندي ودوم في الملزاي